الفتره اللي شغالين فيها الناس نفسها خايفه، الزبون نفسه خايف، خايف يخش المكان، مش هتلاقي 3 4 قاعدين في المكان، فاكيد اللي جاي يقعد اساسا هو عامل احتياطاته، واحنا كمان مجهزين له الاحتياطات في القعده. هتلاقي مكنه رش للمكان وتعقيم، هتلاقي على كل ترابيزه في الكحول بتاعها. انا بشتري يوميا المطهر اللي هو اللتر ده، الناس بتروح ب80 جنيه، فانت محتاجه يوميا، فده طبعا عبء عليك، يعني 100 جنيه كل يوم يعني 3000 جنيه في الشهر. كل زبون قاعد لابس الكمامه بتاعته، فعاملين احتياطاتنا من كل النواحي. بس بنرجو بعد كده بقى ان موضوع الشاشه تشتغل ان شاء الله، حتى لو كل زبون هيبقى معاه اللاي بتاعه، او احنا نجيب له وفار واللاي هنا اللي هو البلاستيك، ان هو ياخد يشرب بيه وياخده وهو ماشي. ما اعتقدش ان كده حتى هتاثر مع حد، كل واحد هيبقى معاه حاجته. هتعدي مين؟ اللاي بتاعك انت خدته، بيجي لك التاني بيجي له لاي جديد، فانت تعرف تشتغل وتعرف تجمع نفسك وتعرف تشغل الناس اللي معاك، بدل ما انت مشغل 2 ومقعد 6، لا كله هيشتغل وكله هتدور العمليه معاك. كوبايه الازاز ممنوعه، ما بشتغلش بيها. كوبايه ورق ثمنها وصل دلوقتي 40 قرش للكوبايه، الكرتونه كنا بنجيبها بنص ثمنها، دلوقتي زاد ثمنها الضعف. ما نعرفش بقى اذا كان استغلال من الناس اللي بتبيع الحاجه دي، الموضوع يتمد شويه قدام، يعني مش شرط دلوقتي، قدام ان احنا الموضوع يتمد شويه، نعرف نشتغل، نعرف نشغل الناس اللي معانا، نعرف ندفع ايجارنا، نعرف ندفع ميه، نعرف ندفع نور. الناس تحط في اعتبارها الناس اللي شغاله، العدد الكبير اللي شغال اللي هو قاعد، لان يعني يكون معاك 6 شغالين او 8 شغالين، شغال منهم 2 ومقعد 6، يعني هيشتغل يوم ويقعد 3 قصاد، لان انت ما عندكش الامكانيات، ما تسمحش ان انت تشغل العدد ده كله، فبتضطر 3/4 العماله انت مقعدها. فوصلت ان انت تشتغل وتوفر العماله خالص، هتشتغل وتوفر العماله، لان انت ظروفك مش هتسمح ان انت تشغل الناس دي كلها، العمليه كتير مش هتجازي اصلا معاك. نرجو من المسؤولين يعني ان هم يراعوا الناس اللي شغال، لان مفيش حد بيشتغل في قهوه او كافيتيريا حاله متيسر، شغال يوم بيوم، والعمليه برضه على قدها، ما بالك دلوقتي بيشتغل يوم ويقعد يوم، بيشتغل يومين ويقعد يوم، مش هتجازي معاه ومش هتجازي مع صاحبه.